مرة أخرى لنقول مملكة دستورية فالعتب والعتب والعتب علينا نحن وليس عليهم هم. إسقاط النظام يتطلب المزيد من الحراك، المزيد من العمل، وربما المزيد من التضحيات لكي ننتقل إلى مرحلة متقدمة من هذه الثورة. بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم نبديك يا شهيد. في هذه الأثناء هناك مطالب، كل من يعمل، المرتزقة الذين يعملون في الجيش وأجهزة الأمن، من كان مجنسا منهم تسحب جنسيته ويجب تسفيرهم جميعا إلى بلدانهم. حصل على الجنسية ضمن القوانين الاعتيادية يبقى في هذه البلاد كواحد منا، إذا حصل على الجنسية بطريقة اعتيادية ومرت عليه المدة القانونية فيبقى بيننا وهو واحد منا، وبعد 10 سنوات من حصوله على الجنسية يكون له الحق في الترشيح والانتخاب. أما المرتزقة في الجيش أو في أجهزة الأمن فهؤلاء بأي طريقة حصلوا على الجنسية أو لم يحصلوا عليها، هؤلاء تسفير تسفير تسفير. ولا تنازل عن هذا المطلب ولا ننتظر لذلك اليوم. المملكة الدستورية أم قلب نظام الحكم أو إسقاط النظام؟ أقول لكم نحن اليوم يا جماعة لا نحتاج أن نتجادل كثيرا. أنا بحل لكم الموضوع عشان لا تتعبون روحكم. أنا أعرف النقاشات اللي في الخيام، قاعد أحاول أمر على الخيام أشوف كل النقاشات مملكة دستورية لو إسقاط النظام. أنا أريد أريحكم، ترى العائلة الحاكمة ما عطتنا الخيار، قالت لنا اختاروا عشان احنا نقعد نتهاوش ويا بعض، صح لو مو صح؟ اذا انا بقترح عليكم اقتراح، وهذا الاقتراح اوصلته شخصيا الى كثير من الجهات الاخرى وهم يتبنون ايضا هذا المطلب. نحن جميعا جمعيات سياسيه، مستقلين، شباب، حركة شعبية في كل مكان، سنة شيعة، نوحد أنفسنا حول مطلب رئيسي. هذا المطلب الرئيسي هو دستور يكتبه الشعب. إذا انتخب شعب البحرين مجلس تأسيسي، هذا المجلس التأسيسي سوف يقرر ما هي صلاحيات الرئيس، ما هي حقوق المرؤوس، هل هو مملكة دستورية، هل هي جمهورية. لماذا نتناقش في هذه المواضيع الآن؟ لننتخب المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي يضع لنا دستور، وهذا الدستور ينبثق عنا برلمان حر كامل الصلاحية، وهذا المجلس التأسيسي وهذا الدستور يحدد شكل النظام. أرجوكم يا أخواني لا نتناقش عن مملكة دستورية ولا عن مسألة أخرى، ولكن نرفع شعاراتنا. لا نختلف الشعارات، كل واحد يرفع الشعار اللي يبغاه، لا تمنعون أي شعار، ولكن نتمسك
بأعلى شعار وهو الشعب.